وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس. دكتور أمجد، يعني استمعت إلى ما قالت أو إدارة الحرب الإسرائيلية بأن منطقة آمنة مزمع إقامتها في وسط قطاع غزة لإجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية إليها، هل هي محاولة من قبل إدارة الحرب هذه إلى طمأنة الدعاوى الدولية وتحديدا الولايات المتحدة بأن الجانب الإنساني سيتم مراعاته وغيرها من هذه الادعاءات؟ نعم، تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين. الجميع يعلم أن قرار اجتياح رفح تم اتخاذه على المستوى السياسي والعسكري، وأن هناك مشاكل تقنية. يعني الولايات المتحدة لا تعارض الهجوم على مدينة رفح واجتياحها، ولكن تريد ضمانات لتخفيف وليس لتفادي قتل المدنيين. المسألة الأكبر أن كل التوقعات إذا قامت إسرائيل بنفس الأسلوب الذي قامت به في اجتياح مدينة غزة وفي اجتياح خان يونس ومناطق أخرى، سيتم قتل على الأقل بين 100 و150 ألف فلسطيني بسبب وجود الكثافة السكانية الهائلة. يعني نحن نتحدث تقريبا عن أكثر من مليون مدني يتواجدون من النازحين، وتقريبا حوالي 400 ألف ساكن في مدينة رفح، وهذا سيؤدي حتما إلى كارثة لا يتوقع أحد، وإلى مجازر على مستوى عالي من الأعداد بسبب المساحة الجغرافية الضيقة مدينة رفح. بعتقد أن هناك محاولات كثيرة للإسراع، لأن الوقت عامل الوقت بدأ يلعب دور أساسي في محاولات إنهاء ملف قطاع غزة. هناك تسويق كامل من إسرائيل بأن اجتياح مدينة رفح هو كدخول العاصمة برلين في الحرب العالمية الثانية، أي سقوط حركة حماس وسقوط المقاومة وإطلاق سراح الأسرى واعتقال القيادات السياسية والعسكرية في حركة حماس. وهذا التسويق كان في البداية عندما اجتاحوا مدينة غزة، وأيضا كان هناك أيضا تحريض كبير جدا عندما اجتاحوا أيضا مدينة خان يونس. ولكن لا، يعني عملية الاجتياح بهذه الطريقة رغم عدم وجود أي ضمانات لتفادي قتل أعداد كبيرة من المدنيين، بعتقد أن هناك محاولات لتجميل الوضع في عملية الاجتياح بأنه بداية النهاية، وأن الأمور بعد اجتياح رفح ستكون تختلف كليا، وخاصة ستضع حد لاحتلال وحرب الإبادة وقتل المدنيين في حال دخول الجيش الإسرائيلي. ولكن هذا التسويق لا يقنع بتاتا الولايات المتحدة وأيضا الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا. نعم دكتور أمجد، في إطار حديثنا عن الولايات المتحدة الأمريكية وما تقوم به، الولايات المتحدة في العلن وفي الإعلام تتحدث عن ضرورة حماية المدنيين وضرورة حل القضية الفلسطينية وفقا لمرجعية حل الدولتين، لكن بالنظر في تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية نجد أنها تارة تقدم مساعدات عسكرية لإسرائيل، كان آخرها قيمة المساعدات التي تم اعتمادها قيمة 26 مليار دولار لكل من، أو في إطار يعني طبعا كل المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، ومن ناحية أخرى تعرقل أي جهود في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام حق نقد الفيتو لقرار أو مشروع قرار لحصول فلسطين على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة. كيف تقرأ هذه الازدواجية؟ نعم، هذه الازدواجية تعودنا عليها منذ زمن طويل وليس الآن. يعني على سبيل المثال، منذ بداية الحرب صرح بلينكين بأنه يعارض اجتياح بري لقطاع غزة، تم الاجتياح البري. أيضا كان يعارض اجتياح مستشفى الشفاء، وقامت إسرائيل باجتياح مستشفى الشفاء. كان يعارض أشياء كثيرة، ولكن بعدما أن تقوم إسرائيل يصمت ولا يحدث أي شيء. وهذا حدث أيضا، نحن نتذكر عندما اجتاحت إسرائيل العاصمة اللبنانية بيروت في عام 1982، كان هناك حديث واضح جدا بأن الولايات المتحدة لن تسمح في عملية تجاوز إسرائيل 40 كيلومتر، وبالنهاية دخلت إلى بيروت وحاصرت بيروت وقامت بالمجازر بيروت ولم تفعل أي شيء الولايات المتحدة. أيضا الآن نتحدث بأن الولايات المتحدة ترفض اجتياح رفح، ولكن على ما أعتقد أن هذه التصريحات
لا تؤخذ على محمل الجد، ولكن بالتصرفات الأمريكية وأيضا بتصريحات بلينكين نشعر بأنه يبحث أيضا عن مصالح الإدارة الأمريكية برئاسة بايدن بسبب الحملة الانتخابية وأيضا سقوط عدد كبير من نعم دكتور أمجد، سيحرج الإدارة الأمريكية بشكل كبير جدا، وهذا هذا الذي يهتمون به وليس فكرة دخول وعدم دخول، لأنهم على نعم مستوى دكتور أمجد، يعني بالطبع سنتابع خلال الأيام القادمة ما ستؤول إليه الأحداث. كنت معنا من القدس المحتلة الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.